لك عبير. عبير؟ مين هو هي عبير؟ هي بتكون الآن نسرين تلميذة للمدام. لك على أساس تعرفت عليها صدفة وبتعرفيها؟ صدفة؟ كيف يعني صدفة؟ يا سيدي عبير صديقته لأبو خليل صاحب الدكانة جارنا بتعرفه حضرتك سيدي. ايه تذكرته. بس القصة مو هيك يا غضبان. يا ريت يا أنسة عبير هلا تحكي له للسيد غضبان كيف تعرفتي يعني. أنا والمدام كنا مع بعض بسجن النسوان، ولما طلعنا من السجن يا سيدي جابتني لعندها وقعدتني وبعدين شغلتني. وفي علي أحكام غيابية كملي. وآخر مرة طلبت مني أطلع لعندكم على الضيعة وأتعرف عليك. وطبعا إجا غضبان لعند أبو خليل لحتى أعرف ليش مختلف عمرته وعلقتني. ايه يا سيدي هذا يلي صار. يا ريت تحكي له لغضبان هلا كيف عرفتي على مرتي الداء. بصراحه يا سيدي كنا انا وغضبان متفقين نجتمع بالمطعم، ولما اجا اخذته على الحديقه لانه انا والمدام كنا مخططين. يا الله منك يا نسرين، لك كيف بدك يعني عرفك عليه؟ مو على اساس انا مصاحبته. وين المشكله؟ هلا بس ليجي بتقعدي انت وياه على هداك الكرسي وانا بمر وبتعرف عليه بطريقتي. أمرك يا ستي ماشي. وتعرفت عليك وعطتك رقم. ولأني ما حكيت معها أخذت رقمي من رفيقتها. وسيدي ما هي لما تعرفت على المدام صارت تعمل لي قصة، شي تغار علي، شي بدي تعيط عليه. لك سيدي ما هي لك صارت تعيط علي سيدي. لزوم الشغل. ومين الأخ؟ بتتذكر في واحد شوفير طلع على الضيعة وسأل عنك؟ اي سيدي هادو حضرته. بيكون شوفير المدام وصديقتها، كانوا ناطرين شوفير تاني لياخذون تهريب على لبنان بعد ما المدام كانت أرض كل ما جناه جوزها المعتر ذهب بالملايين. أصلوا أغبياء ما فكروا إنه في جماعة مثلنا عم يراقبوهم. ولك بس بدي أعرف أنت شو بدك مني حتى ما خليتي واحد بالعالم لجنتي وراي وصار يراقبني؟ شو بك سكتي؟ ردي جاوبي. بالأول كان بدي اتهمك بأي شيء بس لحتى تفوت على السجن ويتعرف عليك كايد. تعرفه لكايد؟ ايه بعرفه سيدي، عرفتني عليه من يومين. ايوه كان بدهم اياك تدخل السجن مشان تتعرف عليه جوا اذا بتتذكر مثل ما حكينا من بدي. ولما طلع برات السجن صار بده يتعرف عليك. لكن ليه لشوف؟ ليه؟ شو القصة؟ اخ يا سيدي هلق بحكي لك كل التفاصيل.